وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك بعض الناس يقولون بأن النحل عندما يجلب حبوب اللقاح لا يقوم بجلب العسل، فأنا كما تشاهدون وضعت هذا التغذية هنا، عسل كما تشاهدون، هذا بتات الشمع، وانظروا هذه النحلة هنا، سبحان الله، هي محملة في حبوب اللقاح، انظروا محملة في حبوب اللقاح في أرجلها، ولكن تقوم بجلب العسل أيضا. يعني هنا ليس النحلة تجمع حبوب اللقاح وحدها فقط، وكذلك يمكنها أن تجمع العسل. وسبحان الله، هذا كما تشاهدون يعني أمامكم، ليس فيديو مفبرك أو شيء آخر، انظروا سبحان الله، يرجو لها حبوب لقاح المقرم، وهي كذلك تبحث عن العسل يعني في التدخين. فسبحان الله يا أخوان، هناك من يقول النحل لا يجلب الرحيق وحبوب اللقاح معا، فقلت لكم دائما علم النحل علم واسع. انظروا سبحان الله. المهم شاهدتم بعينكم اخواني، النحل عالم واسع وعالم عجيب وغريب. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.